مرحبا، كيفك؟ شو اخبارك؟ ماشي مالك؟ والله راسي بوجعني مش عارف. خذ بردك يا زلمه. مرحبا، شو اخبارك؟ كيف الدراسه؟ والله مش تمام كثير. ليش؟ مش عم بحفظ، مش عارف اركز. خذ بنادول. هاي مش 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 هاي نسألك كم من سؤال عن البنادول، بتعرف البنادول؟ متى آخر مرة استخدمت البنادول؟ ثلاث أسابيع. أسامة، متى آخر مرة أخذت حبة بنادول؟ الشتاء. متى آخر مرة استخدمت البنادول؟ صراحة ما أنا مسؤول عن الأدوية، ما بستخدم. يا عيني عليك، ممتاز. زمان كثير. ليش استخدمت البنادول هذيك المرة؟ راس الوجع. أخذت حبة حبتين؟ لا حبة. كل قديش تستخدم البنادول تقريبا؟ ما في وقت مستمر، مش بشكل منتظم. اوكي، حلو، جميل. بس ايش بتعرف عن فوائد البنادول؟ ايش تسمع؟ ايش بحكوا لك؟ بس الصداع. ممتاز. الناس بيعرفوش هاي المعلومة، عم كان جربت ممتاز. بس احنا عرفنا عن فوائد البنادول، فوائد البنادول معروف يعني، في غشيم عن فوائد البنادول. ايش بتعرف عن اضرار البنادول؟ البنادول بشكل عام ما بصير مش منيحة الكلية. سمعت شيء بالكلى أو الكبد؟ الكبد. ليش غلط؟ ايش ممكن يغلط؟ انه مفعول الدواء ممكن يأثر عليه او يأثر عليه تأثير سلبي. ممتاز، اكيد اكيد تأثير سلبي. زي ايش تأثير سلبي برا؟ ما عندي. هسا بدي احكي لك معلومات وركز معي كويس. استخدام المفرط للبنادول اللي بسموه اوفر دوز بيؤدي الى انه يصير عندك فشل كبد. استخدام المفرط للبنادول ممكن يعمل فشل كبد كامل، لدرجة انه بعض الناس من بيستخدم البنادول بيضطروا انهم يزرعوا كبد جديد. هسا البنادول ما بيأثر على عمل الكبد، عشان هيك معهم فشل كبد بيعطوهم بنادول. 56,000 56,000 حالة زيارة لغرفة الطوارئ بسبب استخدام المفرط للبنادول. ظل 56,460 حالة وفاة نتيجة عنها. فايش رأيك بهاي المعلومات اللي حكيت لك اياها هسا؟ يعني عشان هالشيء قيم وشيء مهم ضروري كثير. وانت ملاحظ انه مجتمعنا هذا المخاطر، يعني الناس بيستخدموا البنادول كأنهم لا بكاسر. بما انك صرت تعرف هاي المعلومات، اعتقد انه صار من واجبك زي ما انا واجبي انه تنبهي هاي المعلومات لمستوى احمر. المجتمع بيقوم فينا واحنا لازم نوعي الناس بهاي المعلومات. بس شكرا لك. هلا بناك معنا. لا وزينا. يسلموا ايدك. ولو يا اخوان. مرمو. هلا حلو.